السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شباب، شخباركم معكم حسن غراسيسكا واليوم لعبة باد بيكيز. بس اليوم لدينا شغلة مميزة، انظر أيها المتابعون لدينا 3000 وأيا كان. المهم راح أصعد صوتها وراح أشغلها فما راح تسمعون صوتي. Let's go. المطار شباب صار نفس النزول. الله شوف شباب المطار، انا صح العلامة استفهام. راح سمع صوت لحظة. نايس ننزل هسه الصوت بما انه ما عندنا شيء ونروح نجربها طبعا. والله شنو هاي شغلة ثانية؟ لا غالبا بيبسي طعمه الخياس. بيبسي هذا لو شنو يمكن هاي اللي تلزق. يلا مو مشكلة نروح هسه نجربها بدورنا الاوحد الاحد ايا كان. نروح نجرب لان هذا دار شباب اكثر دار بمطارات. يلا 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 مستعجلين. امسح الالبان الكلبة. شوفوا شوفوا شباب هذا ما يعادل المطار خارق. شوفوا شباب هذا المطار، الله اكبر شباب هذا مو بصاحي. خلينا تايرات من اي نوع. طبعا شباب احنا مختمين كل شيء عادي. اوكي يا شباب هذا فيديو تسليكي يعني لانه ما عندي فيديو الصراحة، كلش ما عندي فيديو وما اعرف شو اسوي. فاوكي يا شباب لان وصلنا نهاية المقطع، اتمنى استمتعتوا. خلي لايك واشترك في القناة لكم مشترك فازر الجرس وبس. مع السلامة.